الكهرباء تاع عندك شي صون كات تحلى عند داعش جيت نسمع عبد الله ما نسمع لك الكارثة الكبرى كانت داخل المدرسة وداخل المطعم أكثر فأكثر، ولهذا نطلب المعاونة، عاونونا كل المواطنين. الحالة كيف رانا فيها والوضعية، المطعم اللي راه مضر بزاف، بس لكن بالتضافر عمال المتواجدين لحد الساعة بربي إن شاء الله غدوة يكون فيها الدراسة والمطعم. جينا الصباح صرنا يكون البلا حزونا، قالوا لنا روح لديارهم ما تقراوش، يجوا الحماية المدنية يقولوا لهم يجوا ناقلنا ليكون. الخدمة راكم تشوفوا كيفاه، غير البلدية كان لا حماية ما كان والو، ما كان واحد السمانه هكا ما نعرف لا يقرا ولا ما يقراوش. الحمايه المدنيه لحد الان مازال ما جاوش، على حسب ما نشوف انايا سمانه ولا شهر 20 يوم بلادنا ما يقراوش. هذا الواد كان دائما يحمل سجلته الدوله، راه مسجل في العمليه والمقاول راه يخدم، راه قضيه تاع وقت، لان هذا باش نحمو المدينه من الفيضانات تاع الواد.